هقول لكم على حاجه سمعتها كانت لطيفه قوي. لما اتكلمنا على الرئيس السادات يا كامل، وقلنا ان ساعه لما عمل اللي عمله ما كانش ساعتها كل خصومه كانوا كسبانين، كل خصومه ايه ساعتها في الوقت دوت، كل الدنيا قطعت مصر، كل الدنيا قطعت مصر. انا متهيألي ان كل 10 سنين بيتكتب له صفحه جديده طبعا، عشان يقول له ايه، انت هزمت خصومك وانت مش موجود. هزمت يا كامل، هزمت خصومك وانت مش موجود. الله يرحمك. الله يرحمك. وانت مش موجود، كل خصومك اللي قالوا واساءوا وانت مش موجود، غلبتهم، هزمتهم. فمش شرط كل حاجة تبقى الناس يعني تبقى فاهمها بأهمية وقتها والقرار اللي بيتاخد ليه، مش شرط. لكن ساعات ممكن الزمن بعد كده يرد، وفي النهاية كله قبل ده وده في رب عظيم علام حكيم، هو اللي هيفصل بين الناس. واحنا كما المسؤوليه بتاعت 106 والضيوف اللي موجودين كمان مسؤوليه كبيره قوي، ويا رب ان احنا نقدر نعدي من اليوم دوت في الحساب. يعني بشكرك يا كامل، وبشكر شكرا يا فندم، اشتغل معاك شكرا.